يلا من باب الانتهاء كردشوي اوديك للبصره. ابشرك البصره الان في اسوء ظروفها على مستوى الماء المالح، في اسوء ظروفها على مستوى ايصال الحصه المائيه الى البصره، وغير انه عندنا تعطيلات كبيره على مستوى ميناء الفاو والاداء. وين نواب البصره؟ وين؟ يعني اولا هي قصه ميناء الفاو الكبير قصه تمتد الى عام 1985. طيب. وسلسله المؤامرات التي حصلت بعد 2003 عجيبه غريبه طبعا، لانه انا الرجل الاول اللي استلمت تصاميم شركه هالكرو البريطانيه، واستلمت عرض مال شركه حنا الشيخ القابضه، وقالهم انا اسوي لكم اياه باربع مراحل، كل مرحله سنه ونص. يعني 6 سنوات اكمل لكم المشروع، لا تدفعون فليس ولا تدفعون عانه، وانا انطيكم رسوم وضرائب، وابني 250 الف وحده سكنيه، ابني 5 فنادق، ابني 5 معامل، اسوي مطار، اسوي 250 الف دار سكنيه، غير المرافق اللي موجوده، شرطه، طبابه، مستشفى، ما اعرف شنو. منو حط الصبات امام هذا المشروع؟ اليوم هذا كثيرون، لانه من تعاقبت من مجلس الحكم، انا وصلت كل الاضباره الى مجلس الحكم، الى طيب. جلال طالباني حولها الى بهنام اول وزير نقل، كانه الموضوع لا يعني، تحولت الى وزاره الدكتور عاد علاوي الله طيب. يذكره بالخير لو اي العرس، ايضا لم يعمل اي شيء، تحولت للجعفري لم يعمل اي شيء، تحولت للمالكي على دورتين دزوا على هالكرو، عرضونا راونا شوفوا اي راوهم 12 مرة يجون بطائرات، مو بس الدائرة تجي للمطار، من الخوف ياخذون ايضا سمتية يجون بها الى داخل المنطقة الخضراء ويعرضون، وانه هذا احنا عرضنا وهذا مينانا، وبمنصتين، واحدة لتصدير الغاز وواحدة لتصدير النفط الخام، ويشغل اكثر من 500 الف فرصة عمل. الفيتو منين؟ لا كان طلعت مظاهرات، ولا كان صابنا الفقر، ولا كان هسه يطلعون يهتفون عليكم، ولا البصره هذا حالها، ولا البصره هذا حالها. يعني انتم ليش معطلين المشاريع التنمويه الكبرى؟ هسه رحنا هاي مال البصره ميناء الفاو الكبير، مشروع تنموي كبير معطل ومؤجل. اي قطار بغداد ايش بيه؟ هم خاضعين للدراسه، صار لكم 12 سنه جدتم ايش قد تدرسون؟ انتم ياهم لكم خيركم دارس 6 سنين، مو بس هذا يعني انتم شو تدرسون؟ مع السنه قطار بغداد اي انتم قسم منكم لا يقرا ولا يكتب اصلا، فشو تدرسون انتم؟ شو تدرسون؟ الدنيا قاعد تمشي، والنفوس قوم سنويا 1,200,000 طفل يولد في العراق، ومن بدت الامور لحد الان النفوس ما شاء الله صارت 41 مليون نسمه. هذول يراد لهم طرق، ويراد لهم جسور، ويراد لهم سكن، ويراد لهم سيارات، ويراد لهم مستشفيات ومدارس ومستوصفات، ويراد لهم طاقه كهربائيه. عمي انتم وين نايمين؟ واحنا قصتنا في البصره ويا شغله الماي، ويمكن انا قايل لك على شركه الباي ووتر. باي ووتر قالوا هذا العراق ما عنده هالايام فلوس، بويا هذا قرض كامل، روحوا حولوا مياه البحر الى مياه ار او ووصلوها الى مواطني البصره، واحنا هاي الشركه تتكفل بكافه الامور والقرض من عندنا. لا يا هذا شو لعبوا؟ اي شو لعبوا؟ سووا لعبوا فلك. اي هيئه المستشارين عندها راي، محافظ البصره عنده راي، هيئه المستشارين مع رئيس الوزراء تقصد. نعم أي. مجلس المحافظه عنده راي، وزاره البلديات عندها راي، رئيس الوزراء عنده راي. اخر يوم قبل يمكن 6 أشهر أو سنة خاطبته، قلت له أرجوك ترى ماي البصرة برقبتك وهذا مشروع وجاهز، صدر أمر للمدير عام الماء في وزارة البلدية، صدر له أمر، قال له اسعى بهذا المشروع. أدش أنتم قد تدرسون؟ أنتم أحسن من الدراسات البريطانية؟ البريطانيين جابوا لكم دراسة متكاملة، أنتم شنو بعد هالدراسات هاي؟ بس أريد أفتهم يهسه الى احنا وصلنا الى مرحله، وخلي في بالك ما يدفعون دينار، هذا قرض ما يدفعون، لا قرض جيزة. قرض اي قرض، خاف انتم ما عندكم فلوس، القرض موجود
ويتوسلون بكم البريطانيين، لأنه أكثر ناس يفهمون البصرة هم البريطانيين. أكو مؤامرة على تفقير الجنوب والبصرة؟ مؤامرات، مو مؤامرة، مؤامرات على الميناء، مؤامرات على المي، مؤامرة على الزراعة، مؤامرة على الشعب، مؤامرة بالمخدرات، مؤامرة بالفساد، مؤامرة بكل شيء. أطفال قاعد تتسرب من المدارس، يروح يبيع كلينكس ويسوي مدري شنو كذا كذا. الحالة المجتمعية عندكم قاعد تشوفونها منتبهيلها. لو بس محتارين ياهو رئيس وزراء القادم، ياهو رئيس وزراء، ياهو اللي يصير خير يصير رئيس وزراء. انتبهوا لمجتمعكم، انتبهوا لوادمكم، انتبهوا لشعبكم. شنو انتم؟ بس ارجع افتهم انتم شنو؟ شنو من بشر؟